Le vent change de direction. Ça va plus fort. Laissez toutes les voiles. À vos ordres. Princesse Faria, les hommes sont fatigués. Nous ne pouvons pas continuer avec cette vitesse. Il n'y a pas de temps à perdre, André. Ils sont derrière nous. Il faut arriver à Constantinople avant qu'il ne tienne. Ou on va tous mourir. À vos ordres. Cano. Sidè Chekei, la princesa Faria Betlan, l'ho ucciso. E ora lì li smodo le tombero ottomano. شبك مارغريت؟ متأكدة إنه اللي عملناه صح؟ شو رح نساوي إذا السلطان سلمنا لباب الفاتيكان؟ حسبت كل الاحتمالات، مدام مارغريت، رح نكمل على اسطنبول. بدي إياكي تطمني. في ورقة خطيرة بين إيدي، وقت يشوف السلطان رح يساعدني. Vas-y! Allez! Au canon! André! Au canon! André! Vas-y! André. Vas-y! Levez le drapeau blanc, tout de suite! Levez le drapeau blanc! خلي المدافع يجهزوا! جهزوا المدافع! مهلا. Calmez-vous. Rien ne s'est passé. Déposez vos armes. Soyez prêts. Déposez-les maintenant. مين انتو؟ شو عم تعملوا بمياه الدولة العثمانية؟ احكوا ولا بطلق النار. انا أميرة المجر فاريا بيتلان، وحضرتك مين؟ أنا آغا الانكشاريين، كمال كيتش مصطفى آغا. خير يا أميرة، شو المشكلة؟ شو اللي وصلكم لهون؟ لشوف السلطان مراد يا كمال آغا. الموضوع مهم وأنا لازم شوفه وأحكي معه بسرعة. فيك توصل له رسالتي؟ يا أغوات، بدي أقابل مولانا أعطوه خبر. الموضوع مهم. مولاي، كمال كيتش مصطفى آغا طالب يشوفك وقال الموضوع مهم. قول شو في؟ الصبح اجتنا معلومات من المينا، في سفينة فرنسية دخلت حدودنا من دون إذن، فجهزت سفينتنا وتحركت أنا والعسكر باتجاهها. طلع في ضيفة جاي مع السفينة، وهالضيفة عم تقول إنها أميرة المجر فاريا بيتلان طالبة تشوفكن.
شوفي القصر مو كتير بعيد. والله قريب كتير وشكله حلو كمان. الأميرة فاريا بيتلان، عنا أوامر تتفضلي معنا. ليش مين أنت؟ ولوين بدكم تاخدوها؟ على قصر السلطان، مولانا سمح للأميرة تقابله. خذوا كل الأغراض اللي مع الأميرة. وقفوا. شو بيضمن لي إنه السلطان مراد بعدكم؟ وشو بدكم بغراضي؟ السلطان بده اياكي تنتقلي على القصر يا أميرة. برنسيس، il vaut mieux que vous reveniez sur le navire. Revenez toi et à ta maman Margaret. مين انت؟ اسكتي وامشي معنا. مولاي سلطان، سلطان مراد. مولاي هدول مانون من عساكرنا، متنكرين بلباسنا. متنكرين بلباس عساكرنا وجايين لحتى ياخذوا الأميرة باسمي؟ هالشي كيف صار يا مصطفى آغا؟ هدول مين؟ هدول بعتن الكاردينال ليقتلوني. أنا أميرة المجر فاريا بيتلان، سلطان مراد خان، لجأت لكم لحتى شوفك وأطلب الحماية.